هاي المعالجة بسبب هو صفة عندما يفتز انخفاض في حاويد المرور وضحايا المرور. مخطط عمل قائد بجواب الاحتلال المنهجي بالنسبة ل 2019 تم سجل 166 مقارنة ب سنة 2020 134. هذا بالنسبة لنا كما نقول انخفاض واضح واضح فيما يخص انخفاض حاويد المرور. بنسبة 13.85% فيها انخفاض ب 13 نقاط بنسبة تقدر ب 18.3%. كما سجل انخفاض ب 62 جريح أي بنسبة مئوية تقدر ب 24.25%.